بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات، صف 11، أدب، المادة تاريخ. رؤية المدرسة: إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه، ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. القيمة التربوية: قيمة الشهر المشاركة. القيمة الأسبوعية: الأمانة. الهوية الوطنية: نهج الألالي تراثنا فخر لنا. عنوان الدرس: الأطراف المشاركة في الحرب العالمية الأولى. الكتاب، درسنا في الكتاب صفحة 72، 73، 74، يعني من 72 إلى 74. أهداف الدرس: نتوقع من الطالبة أن تعدد التحالفات السياسية في قارة أوروبا. 2- أن تفسر نشأة عصبة الأباطرة الثلاثة. 3- تذكر أهداف التحالف الثلاثي. الهدف الأول: تعدد التحالفات السياسية في قارة أوروبا. طالباتي، كان التنافس شديدًا بين الدول الأوروبية الكبرى، وذلك من أجل هذا التنافس كان من أجل توسيع إمبراطوريتها وتعزيز مناطق نفوذها في العالم، وهذا أدى إلى عقد اتفاقيات سرية وإقامة تحالفات عسكرية، وهو كان يتبع ذلك تقارب دبلوماسي. هذه السياسة طبعت على أوروبا بطابعها السياسي كان قبل الحرب العالمية الأولى. شهدت أوروبا سلسلة من التحالفات والتكتلات، وسوف نتعرف على هذه التحالفات والتكتلات حتى بداية الحرب العالمية. فهي أول تحالف كان عصبة الأباطرة، كان عام 1872، وكان بين ألمانيا والنمسا وروسيا. ثم بعد ذلك التحالف الثلاثي، وهو كان 1882 بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا، والوفاق الودي 1904 بين فرنسا وبريطانيا، والوفاق الثلاثي 1907 بين فرنسا وبريطانيا وروسيا. عصبة الأباطرة سبق أن قام عام 1872، وكانت الدول المشتركة فيها هي ألمانيا والنمسا وروسيا. تحالف الثلاثي 1882، ألمانيا، النمسا، إيطاليا. الوفاق الودي 1904 ما بين فرنسا وبريطانيا. الوفاق الثلاثي 1907 ما بين فرنسا وبريطانيا وروسيا. ننتقل الآن إلى غلق الهدف الأول، وهو عدد التحالفات والتكتلات السياسية في أوروبا. طالباتي، بعد أن تعرفنا عن التحالفات السياسية والتكتلات، حيث سوف نقوم بدراسة كل تحالف على حدة، ونبدأ بنشأة عصبة الأباطرة الثلاثة عام 1872. الذي أسس هو تحالف أسسه المستشار الألماني بيسمارك، وعمل على توطيد نفوذه في ألمانيا وأوروبا، وكان نشأته بسبب رغبة بسمارك في التقارب أكثر من روسيا والنمسا، خاصة إن هناك كان أهداف مشتركة بينهم، وهو التخلص من الحركات الشعبية للحكم الاستبدادي في روسيا والنمسا والمجر. كان أهداف عصبة الأباطرة الإبقاء على الحدود الراهنة لأوروبا، حل المشاكل بين الدول بالطرق السلمية، مساعدة كل عضو الآخر إذا تعرض لاعتداء عسكري خارجي. إلا أن الخلاف بين روسيا والنمسا على دول البلقان أدى إلى حل عصبة الأباطرة. يبقى إذن من الذي أسس حلف عصبة الأباطرة؟ بسمارك. بما تفسر تأسيس بسمارك لحلف عصبة الأباطرة؟ تقرب من روسيا والنمسا لتحقيق أهداف مشتركة، والتخلص من الحركات الشعبية المعادية للحكم الاستبدادي في روسيا والنمسا والمجر. وضحي أهداف عصبة الأباطرة: الإبقاء على الحدود الراهنة في أوروبا، مساعدة كل عضو للآخر، وحل المشاكل بطرق سلمية، إلا أن طبعا الخلاف كان بين روسيا والنمسا. ننتقل إلى غلق الهدف الثاني، فسري نشأة عصبة الأباطرة. طالباتي، إلى الهدف الثالث، وهو أن تذكري أهداف التحالف الثلاثي. التحالف الثلاثي سبب نشأته هو أن انضمت إيطاليا إلى كل من ألمانيا والنمسا،
وكونوا تحالف ثنائي خاصة بعد أن نقمت إيطاليا على فرنسا وبعد إعلان حمايتها على تونس، وكان هذا تعتبرها إيطاليا جزء من مستعمرتها. يبقى إذا حصل خلاف ما بين إيطاليا وفرنسا وانضمت إيطاليا لألمانيا والنمسا. كان أهدافه إن تساعد النمسا وألمانيا إيطاليا في حالة هجوم فرنسا عليها، وأن تساعد إيطاليا وألمانيا إذا هاجمتها فرنسا. أما في حالة هجوم روسيا وفرنسا على واحد أو اثنين من الأطراف، يجب أن تتدخل كل الدول الموقعة الحرب. يبقى إذا كان الهدف منهم إن هم يساعدوا بعضهم في الهجوم إذا قام هجوم من فرنسا عليها. تحالف الثلاثي أهدافها أن تساعد النمسا وألمانيا إيطاليا في حالة هجوم فرنسا، أن تساعد إيطاليا ألمانيا إذا هاجمتها فرنسا، وفي حالة هجوم روسيا وفرنسا على واحد أو اثنين من الأطراف، يجب أن تتدخل كل الدول الموقعة على الحرب المتحدة. ننتقل إلى غلق الهدف الثالث، عددي أهداف التحالف الثلاثي. طالباتي، أمامك خريطة معرفية أو ذهنية، اكتبي أبرز النقاط التي تعلمتيها، وعليك بحل هذا السؤال في الدفتر الخاص بك. بذلك انتهى درسنا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.